تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي في المعاملات الفورية بنسبة 0.05% إلى 1895 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01% إلى 1901 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5% ليلة 24 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.04% ليصل إلى 1078 دولار فاصل 91 سنتا.